لا طلع يا شباب ولا الحين نسمع. نعم، طلع لكم مسلسلات الآن. هذه بتصير واضح. تمام، حساب الافرج ريكويرمنت زي ما قلنا اللي هو الدي ار عباره عن التي او فور دي، التي اللي هي التوتال يونت اوف ريسورس اللي هي السميشن للار، راح اجمع اللي هو الريسورس عند كل يوم لين نهايه المشروع راح تعطيني اللي هي التوتال يونت اوف ريسورس. الدي المقصود فيها اللي هو بروجكت دوريشن، معيار ثاني عندنا الاكتيفيتي اندكس هو عباره عن الدي ار على الاي ماكس، الاي ماكس هو الماكسيم افيلبل ريسورس. الافكتفنس هو عبارة عن الدي ار تربيع ضرب الدوريشن. طبعا هنا تعريف اللي هو اليونت. عندنا هنا السم اوف سكوير اوف ريسورس، عند كل يوم راح اربع عن الريسورس راح اسوي اللي هو سم، اجمع اللي هو المجموع على مدار اللي هو ايام المشروع تعطيني السميشن للار تربيع، هنستخدمها في تحديد اللي هو معايير اللي هو المشروع راح توضح مع الامثله. عندي مثال اول يقول for small engineering project listed below it is required to do the following. اول شيء يقول draw the early start وال late start project schedule using a time scale network. الان راح نتعرف على مصطلح جديد اللي هو تعريف المشروع بطريقه اللي هي time scale network. عرفنا احنا في البدايه بطريقه اللي هو البار chart، عرفنا بالطريقه الثانيه اللي هي طريقه الاكتيفيتي والنود، ايضا تكلمنا عن البريسيدنس ريليشن شيب اللي هي تعتبر تطبيقات وتطبيقات اللي هو الاكتيفيتي والنود بنفس الطريقه اللي هي بريسيدنس ريليشن شيب. اليوم راح نتكلم عن التايم سكيلد نتورك، هي تقريبا مشابهه للبار تشارت اللي تكلمنا عنها في اول اسبوع، هي مشابهه لها لكن لها في اختلاف بعض الخصائص راح نتكلم عنها الان. يقول how many worker per day you should use in the project، كم عدد اللي هو العمال اللي كل يوم راح تستخدم انت في المشروع حيث تنجز في نفس اللي هو الفتره الزمنيه. يقول within only two trials lift the project resource and draw اللي هي الريزورت، يقول سوي resource lifting للمشروع خلال اللي هو two trials واللي هو ارسم اللي هو الريزورت والريسورس. اعطيك اللي هي النشاطات الاكتيفيتي من الـ A to I، اعطيني العلاقات، اعطيني اللي هو الدوريشن لكل نشاط. لاحظوا عندنا اللي هو البوكس الجديد اللي هو معطيني اللي هو الريسورس اللي هو الوركر بير داي، معطيني لكل نشاط. عندنا في نشاط A اللي هو يحتاج 2 workers بير داي وال B 3 workers بير داي، وكل نشاط معطيني عدد اللي هو الريسورس راح تحتاجه. راح نسوي سكتش مبدئي نحدد فيه العلاقات بين النشاطات، نطبق فيه العلاقة بين النشاطات بحيث نحدد اللي هو الكريتيكال باث راح يكون وين. بعد ما نحدد الكريتيكال باث راح نرسمه في اللي هو التايم سكيل نتورك، راح نوضحه بخصائص معينه اللي هو الكريتيكال باث. ممكن اسوي سكتش مبدئي احدد فيه الكريتيكال باث او ارسم على التايم سكيل نتورك، لما اعرف الكريتيكال باث راح اعدل في الرسمه وراح تطلع لي بالشكل الاخير. بس لما اسوي سكتش مبدئي راح يختصر علي وقت اني احدد اللي هو الكريتيكال باث بحيث اني اختصرها في نفس اللي هو التايم سكيل نتورك. لاحظ عندي النشاط A لا يعتمد عليه نشاط راح يكون في البداية، B يعتمد على ال A راح يكون بعد ال A، C يعتمد على ال B راح يكون بعد ال B، عندي D بعد ال C وال G، ال G ما هي معرفة راح انتقل اللي بعدها اللي راح تكون بداية المشروع، عندي ال F بعد ال A وال E، بعد ال A وال E راح تكون هي ال F، عندي ال G بعد ال F تكون بعد ال F. ما عندي اللي هو انا عرفت الجي اقدر اعرف اللي هو الدي راح تكون بعد السي والجي راح تكون هي موجوده الدي، عندي الاتش بعدها اللي هو الاي. الان بعد ما رسمت مخطط المشروع راح اشوف اطول مسار راح يكون هو الكريتيكال باث. عندي مسار اول 4 زائد اللي هو 6 10 زائد 7 17 زائد 3 20، عندي مسار ثاني اللي راح يكون 4 زائد 4 زائد 4 زائد 3، عندي مسار ثالث اللي هو 3 زائد 4 زائد 4 زائد 3، المسار الأخير اللي هو 1 زائد 5. لاحظ المسار الأطول راح يكون هو المسار الأول اللي هو A B C D راح يكون هو الكريتيكال باث عندي في هذا المشروع. الآن راح نرسم الـ A اللي ستارت تايم سكيل نتورك.
لاعب عندي هذا التايم سكين نتورك، يعني هنا الخط اللي هو الزمني مشابه للبار تشارت، لكن لاحظ الآن لو كان في البار تشارت عندي محور اللي هو الواي راح يكون فيه النشاطات، النشاط A تحت B C D إلين اللي هو تعريفات النشاطات اللي نحتاجها، بينما في اللي هو التايم سكين نتورك نلاحظ أن نعرف النشاط في نفس اللي هو الدياجرام داخل الرسمة راح يكون معرف فوق اللي هو السهم الخاص فيه، راح يعرف نفس النشاطات فوق الأسهم الخاصة فيها. نلاحظ هدف من الخطوة الأولى حددنا اللي هو الكريتيكال باث. الكريتيكال باث في التايم سكين نتورك راح يكون على خط واحد، لاحظ أن الكريتيكال باث جاي على خط واحد من بداية المشروع إلى نهاية المشروع، هذا الهدف اللي حددنا منه الكريتيكال باث. بينما لو رسمت من البداية من في نفس اللي هو التايم سكين نتورك بديت في نشاط A ثم الـ B ثم الـ C ثم مثلا الـ G والـ H والـ R راح يكون عندك عدم تحديد كامل للكريتيكال باث، وما راح يكون على خط واحد، فمحتاج بعد ما تخلص خطواتك هذه تنقلها مرة ثانية لين خط واحد اللي هو الكريتيكال باث. لكن لما تسوي الطريقة الأولى راح تختصر عليك خطوة وراح ترسمها بشكل مباشر كالكريتيكال باث يكون واضح في خط واحد. عندنا المسار الثاني هو مسار الـ E والاف والجي، بين بينهم ارتباط، انا سميتهم مسار لان بينهم ارتباطات، الجي تسبقها الاف والاف تسبقها الاي، لكن الاف لاحظ لها كونسترين انها الاف بعد الاي وبعد الاي، فوضحنا الخط هذا بحيث ان النشاط اف ما راح يكون له ممكن انه يبدا في هذه الفتره لانه معتمد ايضا على الاي، راح يكون بعد الاي او الاي في اي واحد منهم. أطول فترة راح نلاحظ الـ A فراح تستطيع كنترول بدأ الـ F بعدها بشكل مباشر. زي ما قلنا نمثل النشاطات بأسهم، عندي هنا في Vertical Line هو الكونسترين اللي راح يكون عائق أني ما أقدر أرجع فيه، بأن النشاط F معتمد على الـ A والـ E، طبعا ما راح يرجع قبل الـ E لأنها على نفس الخط فما راح يرجع قبلها، لكن الـ A على منفصل فنوضحها الخط اللي هو هذا. الآن نحدد اللي هو الفلوت لكل نشاط او لكل مسار باللي هو الداش لاين، المقصود في هذا هي سماحيه اللي هو النشاط اف والنشاطات اللي قبل المرتبطه فيه بالتاخر بدون ما ياثرون على المشروع. كيف حددناه؟ نلاحظ عند النشاط دي من التعريف معتمد على النشاط سي والنشاط جي، انا ممكن اخر النشاط جي الين هذه الفتره بدون ما يأثر على المشروع، وأخرت يوم زيادة بعد هذه الفترة راح يأثر على النشاط دي وراح تزود مدة المشروع معي بشكل مباشر. أنا كذا حددت اللي هو الفلوت الخاص بالنشاط دي أو المسار الأسفل اللي راح يكون إلى هذه النقطة بحيث إني ممكن أأخر النشاط دي، بعدها راح يأثر على المشروع فراح يكون اللي هو مدة المشروع راح تزود، فهذه السماحية الخاصة فيه. عندنا المسار الأخير اللي هو الـ H والـ I، الـ I معتمدة على الـ H جميعها في المسار، نلاحظ ما بينهم اي اعتماد، فقط الكونسترين خاص فيهم راح يكون اللي هو مده المشروع بشكل كامل. انا ممكن اخر النشاطين الين هذه النقطه بدون ما ياثرون على المشروع، بينهم الدي لا تعتمد عليهم والسي والبي لا تعتمد على النشاطات اللي هي الاتش والاي، انا ممكن اخرهم الين هذه النقطه بدون ما ياثرون على المشروع بشكل مباشر. هذه السماحيه الخاصه بالنشاط اللي هو اتش والنشاط اي. راح احسب اللي هو الريسورس عند كل يوم لما سويت جدولة الايرل ستارت. طبعا جدولة الايرل ستارت انا خليت كل النشاطات تبدا في ابكر وقت ممكن، هذا الايرل ستارت تايم سكين نتورك، راح اجي في اليوم الاول عندي امرر الخط واشوف النشاطات اللي انا اقطعها واخذ مجموع الريسورس فيها. لاحظ اني اقطع النشاط A والنشاط E والنشاط H. النشاط A يحتاج اللي هو 2 worker per day، عندي 2 والاي 3 اذا 5 والاتش 3 اذا 8. الريسورس في اليوم الاول اللي نحتاجها عشان ننجز النشاطات بنفس الجدوله هذه راح يكون 8 في اليوم الاول. نفس الطريقه في اليوم الثاني راح اخذ مجموع راح الاحظ 7 اليوم اللي هو الثالث، اليوم الرابع فقط النشاط A والنشاط E مجموع 4. نفس الطريقه راح اجمع اللي هو الريسورس عند كل يوم بناء على النشاطات الموجوده عندي في هذا اليوم. السميش للآر عبارة عن عملية تراكمية، عندي 8 راح تنزل، 8 زائد 7 راح يعطيني 15،
15 زائد 7 22، 22 زائد 4 26، وهكذا إلين نهاية اللي هو المشروع. لاحظ لو سميش الـ R طلع معي 97. عندي الـ R تربيع هربع كل قيمة من الريسورس، عندي 8 تربيعها 64، عندي 7 تربيعها 49، 49 عندي 4 16، وهنا 49 49 هنا 25. نفس الطريقة السميشن للـ R سكوير هربع كل قيمة، عفوا راح أجمع كل قيمة، هتنزل عندي 64 زائد 49 113 زائد 49 162، وهكذا إلين اللي هو نهاية المشروع. ألاحظ في نفس المشروع قيمة السميشن للـ R هي 97 راح تكون ثابتة مهما جدولت جدولة الـ Early Start أو جدولت جدولة اللي هو الـ Late Start أو سويت ليفل للمشروع. الطرق اللي راح نتكلم عنها سويت لف للمشروع، هلاحظ قيمة السميشن للآر قيمة راح تكون ثابتة، بينما قيمة اللي السميشن للآر سكوير راح تختلف. سبب اختلاف اللي هو السميشن للآر سكوير هو اختلاف القيم، لما يكون عندك تباين في الأيام، لما يكون عندك هنا 8 هنا 7 وهنا 5 هنا 3، لما تربع الثمانية راح تعطيك قيم كبيرة، بينما لو كان المشروع موزع اللي هو الريسورس فيها على مدار الايام لو كانت كلها 5 5 6 5 هلاحظ تربيعها راح يعطيني قيم اقل، بينما تربيع القيم العاليه راح يعطيني قيم اكثر. السميشن للار سكوير راح يكون مختلف بين اللي هو تجدد الاير ستارت جدوله اللي هو الليت ستارت على حسب طبيعه اللي هو المشروع. راح نتكلم عن جدوله اللي هو الليت ستارت تايم سكيل نتورك. الكريتيكال باث راح يكون زي ما هو ما راح يتغير. الان راح ناخر النشاط اللي هو مسار الـ E والـ F والـ G لين آخر فترة مسموح لهم فيها بدون ما يأثرون على المشروع، اللي هي قبل بداية النشاط D. من الـ G معتمد على النشاط D، اللي هو قبل الـ G راح يكون النشاط F بأنه معتمد على النشاط G. عند النشاط F راح يكون قبل النشاط E. لاحظ التسلسل اللي هو الأخير لهذا المسار، طبعا اللي هو السام هذا يوضح اللي هو أن النشاط F راح يبدأ قبل هذه الفترة هي قبل النشاط A، لكن بعدها ممكن يبدأ في أي فترة. المسار الأخير هو مسار الـ H والـ I، لاحظ أنه ما عنده أي كونسترين، فراح يكون نهاية المشروع هي العائق الوحيد بالنسبة للمسار هذا هو النشاط اللي هو I والنشاط H اللي هو معتمد عليه قبله. هذه هي جدولة الـ Late Start. نفس الطريقة راح نحسب اللي هو الـ R عند كل يوم. ألاحظ هنا فقط النشاط A 2، هنا A وهنا A وهنا A، وهنا فقط النشاط B 3، وهكذا عند كل يوم أشوف النشاطات الموجودة راح أجمع الريسورس لها. السميش الـ R بنفس الطريقة راح أربع الريسورس، ثم راح أجيب اللي هو السميش الـ R سكوير. ألاحظ قيمة السميش الـ R قيمة ثابتة 97 اختلفت، صار عندي أي اختلاف فأنا عندي خطأ في جدولة اللي هو late start أو جدولة الـ early start أو في أي جدولة أنا سويتها، حتى لو سويت اللي هو resource leveling، إن قيمة السميش للـ R راح تكون قيمة ثابتة اللي في resource leveling راح تكون قيمة ثابتة ما راح تتغير، بينما قيمة اللي هو السميش للـ R square راح تغيرت معي، أصبحت 537 كانت 519. لاحظ القيمة تغيرت. سبب التغيير زي ما قلت لما ربع قيم، لما ربع الستة مو زي ما ربع الخمسة والواحد، مجموعهم هنا مجموعهم ستة، الخمسة والواحد مجموعهم ستة، لكن مجموع تربيعهم هو نفس مجموع مجموع اللي هو تربيع الستة، راح هنا راح يختلف لما ربع القيم، وهذا يعطيني مؤشر ان انا عندي تباين بالقيم. لما يكون عندي قيم عالية جدا وقيم منخفضة جدا راح يعطيني سميشن للار سكوير رقم عالي، بينما يكون المشروع متساوي قدر الامكان راح يعطيني اقل قيمه هي للسميشن للار سكوير. انا كل ما قل السميشن للار سكوير اعرف ان المشروع كل ما له يقرب للي هو للليفل بروجكت، يعني راح يصير له اللي هو ريسورس ليفلينج بشكل كبير. بين اللي هو الليت ستارت والايرلي ستارت الجدول الافضل راح تكون جدوله اللي هو الايرلي ستارت، بما انها اللي هو السميشن للار سكوير قيمته اقل اللي هو 519. هذه مقارنه من جدوله اللي هو الايرلي ستارت وجدوله اللي هو الليت ستارت، لكن احنا راح نسوي اللي هو الريسورس ليفلينج وراح نشوف كيف نسويه الان.
بعض الأدوات نحتاج نحسبها اللي هي average daily requirement زي ما قلنا اللي هو summation للR هي T. عندي في هذا المثال هي 97 على الدوريشن اللي هي 20 راح يعطيني 4.85 اللي هي workers per day. لاحظ تقريبا نحتاج احنا 5 عمال فعليا لان 4.85 عدد غير منطقي بالنسبه اذا احنا نتكلم عن عدد عمال. هنقربها لاكبر عدد بعده راح تكون هي 5 worker per day فقط هذه للتوضيح. لكن هذه القيمه فعليا 4.85 انا لو قسمتها كريسورس على مدار الايام كلها وكان عندي كل يوم فقط 4.5 ريسورس على مدار الايام راح يعطيني اقل قيمه السميشن للار سكوير. هي راح يكون المشروع في هذه الحاله بفلد يعني بشكل كامل انه متساوي فيه الريسورس بشكل كامل يعني الطلب على الريسورس في الايام راح يكون متساوي ما عندي فيه اللي هو بيكس ولا فالي. الاحظ انه بشكل كامل المشروع متساوي كل يوم احتاج فقط 4.85 اللي هو وركر بير داي على مدار الايام كلها راح انجز المشروع بنفس الوقت واقل عدد اللي هو ما في تباين عدد اللي هو الريسورس. الافكتفنس هي القيمه اللي راح نجيبها هي الدي ار تربيع ضرب الدوريشن هي 470.45 هذه راح تكون افضل قيمه انا ممكن احصل عليها سميشن للار سكوير. الافكتفنس هو معيار اللي انا راح اقيس عليه بحيث انها تكون راح تكون افضل قيمه انا ممكن احصل عليها سميشن للار سكوير. طبعا مو شرط اني اوصلها وغالبا ما راح اقدر اوصلها لكن كل ما قربت من هذه القيمه كل ما صار اللي هو مشروع ليفلد وصار افضل يعني ممكن تصير افضل قيمه احصل عليها اللي هي 519 ممكن تكون 492 افضل قيمه انا اقدر احصل عليها. ممكن تكون في مشاريع ثانيه بناء على الكونسترين اللي عندي مهما حاولت اسوي ليفل المشروع راح تكون القيمه اللي هي سميشن الار سكوير هي 542 كما تقول انها بعيده جدا عن 470 لكن راح تكون هذه هي افضل جدوله. طبعا يحكمك زي ما قلت اللي هو الريسورس في المشروع اللي هو الكريتيكال باث السماحيه تاخيرك للنشاطات انك تعدل بينها بحيث تحصل على اقل قيمه للسميشن سكوير. في بعض المشاريع ممكن توصل قيمه قريبه من الافكتفنس في مشاريع ممكن تكون ما راح تقدر توصل لها على حسب الكونسترين اللي عندك. مهندس تفضل. في الافكتفنس الريكويرمنت اللي هي دي ار نعم قربناها الخمسة ما نحسبها في الإفكتيفنس؟ لا لا دائما نستخدم اللي هو القيمة الصحيحة اللي 4.500 راح نستخدمها في الإفكتيفنس وأيضا راح نستخدمها في حساب الكريتيفي إندكس. توضح شوي راح ناخذها بنفس القيمة زي ما هي هذه فقط للتوضيح بما أننا إحنا نتكلم عن worker per days ما راح تكون منطقية هذه القيمة فقط للتوضيح لكن القيمة راح نستخدمها في حساباتنا هي القيمة 4.85 في التقريب لو طلع لي مثلا 4.3 خليها تقريبا 4 4.3 راح تخليها 5 لانها نتكلم عن عدد عمال بحيث يغطي المشروع. اذا 4 اذا خليتها 4 تلاحظ انه ما راح يغطي لك المشروع بينما ال 5 تشمل المشروع وراح يكون عندك تنجز العمال بشكل دائما كمبر الاكبر او اقرب يعني. نعم لكن هذه القيمه زي ما قلت ما راح تستخدمها في الحسابات فقط للتوضيح لان احنا نتكلم عن وركرز ممكن لو نتكلم عن ريسورس مثلا مختلف لما نتكلم عن مثلا اللي هو فلوس راح تكون هذه القيمة هي الصحيح هذا الجواب النهائي. لكن احنا نتكلم عن عدد عمال فهذه القيمة ممكن نقربها فقط للتوضيح لكن نستخدم في حساباتنا القيمة الفعلية الصحيحة هي 4.85 واضحة. الان راح نسوي اللي هو الريسورس ليفلينج. عندنا اللي هي طريقتين للريسورس ليفلينج عندنا طريقة اللي هو بروجريس ميثود طريقة اللي هي الاستيميتد ميثود. الطريقة الأولى هي طريقة بروجريس ميثود طريقة طويلة نتكلم عن كيف ممكن نسوي فيها ريسورس ليفلينج. زي ما قلنا خلينا نتكلم شوي عن هدف اللي هو الريسورس ليفلينج. ليش راح نسوي ريسورس ليفلينج؟ بحيث الآن أنا نعتبر أنها جدولة الـ Early Start نرجع جدولة الـ Early Start نقيس عليها أنها جدولة الـ Early Start مثلت المشروع جدولة الـ Early Start. الهدف من الريسورس ليفلينج لاحظ عندي في الأيام هنا عندي فيها الريسورس 8 سبعة سبعة هنا أربعة عندي انخفاض ثم سبعة سبعة ثم خمسة من عندي ثلاثة وأربعة. أنا أحاول أقلل القيم العالية وأرفع القيم اللي هي منخفضة هذا هو الريسورس ليفلينج بحيث أقلل التباين لما يكون عندي الطلب على الريسورس في يوم عالي ويوم منخفض صح يصير عندي تباين في اللي هو الريسورس
انا هذا الهدف مني، راح اسوي ريسورس ليفلنج بحيث اخلي عندي توازن على مدار الايام، طبعا بسماحيه اللي هو المشروع. انا احاول اسوي ريسورس ليفلنج لكن في مشاريع تسمح لي اني اسويه بشكل افضل، مشاريع تكون مقيده اني ما اقدر اخر هذا النشاط وما اقدر ابدا في هذا النشاط في هذا الوقت، راح الاخذ عندي كونسترين نفس اللي هو تغيير الايام. لكن انا احاول قدر الامكان اسوي ريسورس ليفلنج في اللي هو الايام بحيث ان يكون الريسورس موزع على اللي هو جميع الايام في قيمه تقريبا متساويه. طبعا هذه القيمه راح نحاول نقرب منها زي ما قلنا، هي الافريج ديلي ريكويرمنت، هي اللي هي الدي ار، راح تكون هي دائما عندي معيار بحيث اني القيم العاليه احاول انزلها الى اللي هو الدي ار، والقيم المنخفضه احاول ارفعها للدي ار فقط كريفرنس استخدمه في هو معيار اللي هو الريسورس ليفلنج. طبعا في الدي ار في هذا المثال كان 4.85، انا احاول اقلل 8 و7 الى 4.85 او 5 او 4 على حسب السماحيه لي، ارفع القيم اللي هي الاخرى الين اللي هي مثل 3 احاول ارفعها الى 4.85 او قيمه قريبه منها تكون افضل من 3، فراح تكون عندي اللي هي هذه اللي هو الريسورس ليفلنج. هذا هو المعيار راح نستخدم فيه اللي هو التغيير. زي ما قلنا طريقة اللي هو بروجرس ميثود راح نتكلم عنها الآن. أول شيء راح أمثل المشروع كL start، أمثل المشروع كL start، راح أبدأ في آخر نشاط لأن كريتيكال، الكريتيكال ما راح أقدر أغير في جدولته، راح أشوف المسار اللي هو النشاط الأخير اللي هو نان كريتيكال. عندي مثلا النشاط هنا اللي هو الجي، آخره فترة زمنية راح ينتهي في يوم 13، بدأ من يوم 12 راح ينتهي في يوم 13، راح احسب اللي هو الار لكل المشروع والسميش الار لكل المشروع والار سكوير بنفس الطريقه اللي هي سميش الار سكوير، تطلع لي قيمه اللي هي سميش الار سكوير. الان راح يصير عندي ترايل ثاني، محاوله ثانيه اخرها ايضا يوم ثاني او فتره زمنيه ثانيه اللي هو نفس النشاط جي، راح احسب المعطيات مره اخرى لين اجيب اللي هو سميش الار سكوير، فترة ثالثة رابعة وخامسة على حسب سماحية هو نفس النشاط اللي هو الأخير اللي هو نشاط جي. إذا كان سماحيته فقط 2 أو 3 أو 4 على حسب سماحيته راح تأخره. الآن صار عندك أكثر من قيمة للسميش الار سكوير، راح تأخذ أقل قيمة بحيث أن تكون هذه أفضل جدولة للمشروع للنشاط جي مع المشروع بشكل كامل، راح تكون هي أقل قيمة للسميش الار سكوير. إذا كانت في اللي هو الفترة الثالثة راح أثبت النشاط جي في الفترة الثالثة، انتي هنا في هذه النقطه راح ابدا في النشاط اللي هو اللي بعده النشاط اف، وابدا حركه خطوه خطوتين ثلاثه على حسب السماحيه له، احسب اللي هو السميش الار سكوير في كل مره لين اجيب افضل قيمه للسميش الار سكوير. اذا حركت خطوه واحده حركت 4 خطوات واعطاك نفس القيمه للسميش الار سكوير، اعطاك نفس القيمه، راح اخذ اللي هي الجدول الاخيره اخليه في اخر فتره بحيث اعطي سماحيه للنشاطات اللي بعده ممكن تتحرك يكون اقدر احسب لها السميش الار سكوير. هذه تعادت هذه نفس القيمه للسميش الار، لكن اذا كانت لو بعد خطوه واحده هذه افضل سميش الار سكوير راح اوقف اللي هي الجي في نفس هذه النقطه. راح ابدا زي ما قلنا في النشاط اللي بعده واحركه في حسب السماحيه له، ثم النشاط اللي بعده واللي بعده واللي بعده لين اوصل لبدايه المشروع لين احصل على افضل قيمه اللي هي للسميش الار سكوير. هذه طريقة اللي هي بروجرس ميثود. لاحظ انها طريقة طويلة جدا راح تاخذ مني وقت واكثر من تريل الين اوصل الين نهاية المشروع. لاحظ فقط ممكن عشان تحريك الجي تاخذ مني 5 محاولات تريل فقط للنشاط جي، بعد النشاط اف والنشاط اي راح تاخذ مني يمكن حول 15 الى 10 تريلز، هذه ممكن على اقل تقدير. لاحظ انها تاخذ مني محاولات كثيرة، فهي طريقة تقريبا غير عملية اللي هي بروجرس ميثود، وممكن في الاخير حتى بعد ما اسوي هذه الطريقه ما احصل على افضل قيمه للسميش الار سكوير. يعني ممكن بعد ما اسوي ايضا العمليه هذه ما احصل على افضل قيمه للسميش الار سكوير. هنا في الطريقه الثانيه طريقه اللي هي استيميتد ميثود ممكن تعطيني قيم اقرب اللي هو المشروع يكون ليفل، قيم افضل للسميش الار سكوير في خطوات اقل. زي ما قلنا طريقه البروجرس ميثود لها تتبع للخطوات واضح، لكن ياخذ منك وقت طويل وبالاخير ممكن ما تعطيك افضل قيمه، يعني تثبت طريقه غير عمليه. في الغالب ما راح ممكن تجيكم في الاختبار، لكن ممكن تتاكدوا من الدكتور هل البروجرس ميثود راح يكون عليها مثال عليها في الاختبار. اذا كان راح يجيكم عليها سؤال ممكن ناخذ عليها مثال،
لكن في الغالب انها تاخذ منك وقت طويل فراح تكون غير مشمولة في الاختبار. الطريقة الثانية طريقة هي الاستيميتد ميثود. الاستيميتد ميثود هي طريقة تقديرية على حسب تقديرك انت كمهندس. راح تشوف انت عندك قيم عالية تحاول تنقلها الى قيم منخفضة حسب سماحية المشروع لك في اللي هو حسب تقديرك دون ما اللي هو تنظر للي هو خطوات ثابتة راح تمشي عليها. وهي راح جدولها بجدولة اللي هو early start. جدولها جدولة early start راح تشوف عندك القيم اللي هي العالية والقيم المنخفضة تحاول تنقلها بحيث انك تشوف افضل جدولة ممكن لك في اللي هو الريسورس ليفلنج. هي راح نطبقها عندنا اللي هو في المثال طريقة هي الاستيميتد ميثود. هو قال لي في السؤال انك راح نسويه على تو ترايل. راح نسويه الان الترايل الاول هو المسار الكريتيكال راح يكون زي ما هو ما راح يتغير. عندي الان المسار الثاني الاخر مثل نشاطي او نشاط اللي هو جي او النشاط اف راح يفرق معي من النظر. الان انا عندي مثال ما راح نتكلم عن المسار اللي هو الثالث لحد الان راح نتكلم عن المسار الثاني راح ننتقل المسار الثالث. النشاطي لو أخرت أنا فترة زمنية واحدة أخذت فترة زمنية واحدة راح يكون عندي المجموع هنا 2 زائد 3 اللي هو نشاطي راح يكون 5. لكن في اليوم الأول لما ننتقل النشاطي راح يكون 2 فقط. ما راح تفرق لو أخرت النشاطي أو قدمته بناء على علاقته مع النشاط A. لاحظ أنه راح يكون المجموع هنا 5 لكن في اليوم الأول راح يكون 2. بينما في النشاط اللي هو F والنشاط G لو أخرتهم مع ال B الآن هم مجموعهم 5 مع ال C أيضا راح يكون مجموعهم 5 وراح يفرقون بشكل كبير. المسار الثاني ممكن أخليه زي ما هو إن لا لو أخذته ما راح يفرق. لكن لو أخذنا المسار الثالث بالاعتبار ال H كانت في اليوم اللي هو الأول كان مجموع 8 قلتها أنا إلى اليوم الرابع لأن كان المجموع فيه 2 أضفت لها الH صار مجموع 5. أنا رفعت اللي هو قيمة اليوم الرابع نزلت قيمة اليوم اللي هو الأول اللي هو صاروا كلهم 5 اللي هو قيمة قريبة جدا من هي 4.85 اللي هو نزلت القيمة العالية رفعت القيمة الخفضة خليت اللي هو النشاط اللي هو الآي يبدأ بعد بشكل مباشر. هذه كخطوة أولى كتري الأول ممكن. الآن لما نحسب الآر ألاحظ عندي اللي هو الآر عند اليوم ألاحظ انخفضت الثمانية وارتفعت اللي هي 2 في اليوم الرابع صار عندي تغيير اللي هو في النشاطات. السميش الار نفس القيمة ثابتة وسميش الار سكوير لاحظ معي 513 لاحظ تحسنت قيمة اللي سميش الار سكوير أفضل من قيمة اللي هي جدولة اللي هو الايرلي ستارت اللي هي كانت 519. هذا هو التريل الأول. الآن كتريل ثاني ممكن أنقل مثلا نشاط ثاني للتوضيح. لاحظ النشاط I ممكن كان أنقله في هذه الفترة لأن في الأيام اللي هي الخمسة وستة وسبعة كان مجموع تقريبا الريسورس 7. لاحظ كان الريسورس هنا في اليوم الخامس والسادس والسابع كان الريسورس والثامن اللي هو الريسورس مجموعها كان 7 بينما في اللي هو 13 و 14 و 15 كان C فقط والريسورس 2. أنا رفعت قيمة اللي هو الأيام هذه من 3 إلى 5 وخفضت قيمة الريسورس في الأيام اللي هي الخامس والسادس والسابع صار عندي توازن قدر الإمكان. الآن حسبت اللي هو الآر لاحظ عندي 5 تقريبا في كل الأيام بعد آخر الأيام كان فيها الريسورس 4. الآن قيمة اللي يسميش الآر سكوير لاحظ 473 ما قريبة جدا من هي الإفكتفنس اللي هي 470.45. طبعا لاحظ المثال هذا مثال يعني خطواته واضحة وجميل بحيث إني قدرت أسوي الليفل قدر الامكان. لكن ممكن في امثله ثانيه تجيك مهما حاولت تسوي ريسورس ليفلنج راح يكون عندك قيم عاليه ما تقدر تتعامل معها. تلاحظ الافكتفنس راح يكون قيمه بعيده جدا عن عفوا اللي سميش الار سكوير راح يكون قيمه بعيده جدا عن الافكتفنس. لكن المثال هذا قدرنا نرتبه والسماحيه النشاطات كان عندنا في سماحيه فقدرنا نغير النشاطات بحيث يكون تقريبا في جميع ايام الريسورس في 5 ما عدا اخر في ايام في 4. القيمة السميش الار سكوير اصبحت قيمة يعني قريبة جدا من هي الافكتفنس. لاحظ نشاط اي لو الاي عفوا لو خليته يكون في هذه الفترة راح يكون مع مجموع الاربعة 4 زائد 2 راح يكون 6
ابعد عن اللي هو الافريج ديلتا كوين 4.85، مع السي اللي هو 3.25 اقرب للي هو الدي ار، راح يكون مكانه افضل في هذه النقطه من يكون عند اللي هو في اخر المشروع عند اللي هو نشاط بي. فانا بناء عليها اقدر اعرف وين احرك النشاطات بحيث اني اقلل القيم العاليه وارفع القيم المنخفضه قدر الامكان حسب صلاحيه المشروع. اذا طلب مني ترايل واحد او تو ترايلز ممكن اسويها. ممكن يقول في خطوه واحده اللي هو سو ريسورس ليفلينج للمشروع بافضل طريقه. يعني ممكن اسوي نفس هذه الخطوه الاولى اللي هي الاتش والاي في نفس الوقت كترايل واحد، راح تكون هي افضل نتيجه اقدر انا احصل عليها في السميشن الار سكوير. اذا قال سوي على تو ترايل ممكن تسوي تو ترايل، اذا كانك مثلا قال ترايل واحد ممكن تقدر تسويها بخطوه واحده. الان حساب اللي هو كريتيت اندكس راح يكون 4.85 اللي هي الدي ار على الاي ماكس. الاحظ عندي الاي ماكس بعد ما سوينا لف للمشروع اعلى قيمه راح تكون هي 5، راح تكون 4.85 على 5 يعطيني 0.97، هذا هو كريتيت اندكس. لما تكون القيمه اقل من الواحد اذا هذا يعطيني مؤشر كريتيت اندكس ان المشروع ممكن ما راح اواجه فيه اي تاخير. لما تكون القيمه واحد او اكبر تعطيني مؤشر انه ممكن يصير في عندي تاخير في المشروع بناء على جدوله اللي انا فرضها. عندي بعض الرسومات اللي كوميتد ريسورس اوف بروجكت بيريد، عندي الـ early start دوت الـ early start اللي هو مع summation الـ R مع الـ duration دوت الـ early start. لاحظ طبعا عالي على الريسورس في البدايه ثم بدا ينخفض مع تقدم المشروع. جدولة الليت ستارت الطلب كان منخفض ثم بدأ يزود مع تقدم مشروع. جدولة اللي هو الليفلد لاحظ انه موزعة على مدار الايام، هي افضل جدولة اذا كان الريسورس متوفرين في كل وقت، فافضل جدولة راح تكون جدولة اللي هو الليفلد بحيث انه ما يكون عندي ضغط في يوم اللي هو الريسورس راح يكون مثلا عدد العمال الموجودين في المشروع بشكل كبير، ايام ثانية راح يكون عدد اللي هو اقل، راح يكون متوازي على مدار اللي هو المشروع بشكل كامل. عندنا هي الريسورس لودينج، هيكون عندي هذا جدول الـ early start تباين في الـ resource، طبعا هنا الـ resource مع الـ duration، هنا summation للـ resource مع الـ duration. لاحظ هنا هذا التباين اللي هو جدول الـ early start، جدولة اللي هو الـ late start، يعني طبعا في جدولة اللي هو لما يكون مشروع level، لاحظ انه متساوي على المشروع بشكل كامل. المثال الثاني activity given in the table below represents a section of work being undertaken by some contractor, activity predecessor, duration. اللي ستارت والتوتال فلوت والفري فلوت اعطيني اياها، اعطيني اللي هو الهيستوغرام الخاص اللي هو بعض النشاطات. What are the scheduled timing of the activity that satisfy the preferred profile؟ وش الجدوله الزمنيه اللي راح نسويها بحيث اني احقق البروفايل هذا اللي هو المطلوب، راح كيف راح اوصل لنفس هذا البروفايل. اول شيء راح اللي هو امثل المشروع اللي هو الايرلي ستارت، راح اشوف بعدها انقل النشاطات بحيث تحقق البروفايل المطلوب. اقرا حد اللي هو كريتيكال اكتيفيتي، بما انه معطيني التوتال فلوت انا ممكن اعرف الاكتيفيتي بشكل مباشر، اللي التوتال فلوت فيها راح يكون صفر بما انه معطيني التوتال فلوت. ممكن اسوي سكتش مبدئي واقدر احد منه اللي هو الكريتيكال اكتيفيتي. مثلنا اللي هو النشاطات الكريتيكال على خط واحد، زي ما قلنا افضل تمثيل لها راح يكون بشكل اسهم او شكل بوكس، راح يكون بشكل اسهم. افضل تمثيل اللي هو التايم سكيل نتورك، المسارات اللي هي كريتيكال. لاحظ عندي الان النشاط ال والنشاط ام يتبعون نشاط كي، بعد الكي راح يبدا ال والام. عندي النشاط بي والنشاط كيو بعد الام، البي والكيو بعد الام. عندي النشاط ار بعد ال والبي، من ال البي اذا البي راح تكون كنترول راح يبدا بعدها الار. مثلت النشاطات، الان راح اغيرها بحيث احقق اللي هو الهيستوغرام اللي معطيني اياه في السؤال. اللود بروفايل الكريتيكال باث زي ما قلنا ما راح يتغير. الان الاحظ في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع الريسورس كان فقط اثنين، الريسورس كان فقط اثنين اللي هو نشاط كي، الريسورس له اثنين. الاربع ايام الاولى ما راح يكون عندي في اي نشاط. الخامس والسادس الريسورس فيه 4، الخامس والسادس الريسورس فيه 4، الان
لحالها راح تكون 4، فما راح ابدا معها اي نشاط في اليوم اللي هو الخامس والسادس. في السابع والثامن الريسورس اصبح 7، اللي هو في السابع والثامن. اذا في السابع والثامن راح يبدا معي نشاط، هل هو الال او الام؟ راح نبدا بالال، لان الال زائد الان راح يعطيني مجموع 7 زي ما هو موجود في اللود بروفايل. لو بدأت في الام راح يكون مجموع 8، فراح ابدا بالال حيث يكون مجموع 7 نفس اللي هو عندي بالبروفايل، لاحظ 7. ومن بعدها راح يبدا اللي هو 8 الريسورس مستمر، راح ابدا بالام، لاحظ اللي هو نهايه اليوم 14 لا مستمره اللي هو 8. راح ابدا انا بالبي او الكيو، راح ابدا بالكيو بحيث تعطيني الكيو مع الان 8. لو بدات بالبي راح يكون 7، راح يصير عندي هنا دروب. راح ابدا اللي هو بالكيو، انا استمرت 8 لين نهايه اليوم 22. عندي الان اللي هو 7 مده يوم واحد، عندي اللي هو الاو 4، راح ابدا معها اللي هو البي بحيث انها تكون 7، 4 زائد 3 راح يكون 7. ثم اصبح عندي 5، ثم اليومين بعدها 5، لان البي مستمره هي راح تكون هنا 5 و5. ثم صار عندي انخفاض مدة يومين اللي هو راح يكون في 4، أنا هنا راح يكون عندي 4. عندي الاس 2، فراح أضيف لها الار بحيث تكون الآن عندي في اليومين 4، في يومين الأخيرة اللي هي 1 هي موجود بالبروفايل. هذا جدول أنا الآن وصلت للبروفايل اللي هو مطلوب مني في السؤال، اللي ما هو مطلوب منه اللي هو اللود بروفايل. زي ما قلنا تغيير للنشاطات هذه بناء على الكونستين اللي عندي. لاحظ عندي النشاط الال والام، بعدهم اللي هي البي والكيو، اذا ما انا اقدر اخلي الكيو هنا والام هنا، لان الام تسبق اللي هي الكيو. لاحظ الكيو معتمد على الام، فبنفس الطريقه نعتمد اللي هو نلتزم اللي هو نفس العلاقات الموجوده بين النشاطات. طالب مني المعطيات الثانيه اللي سميش الار ولا سميش الار سكوير ولا الافكتفنس ولا الريكويرمنت، راح نجيبها بنفس الطريقه من نفس اللود بروفايل. ممكن اجيبها اللي هو الار، او من نفس التايم اللي هو سكيل اللي رسمناه في السابق اقدر اجيب منها ايضا الار. سابقا فجر كويمتر توتال سمش الار على الدي، الاحظ ايضا 5.83 تقريبا 6 وركرز بير داي. افكتفنس لاحظ طبقنا هي 5.80 نستخدمها هي في الحسابات، في حساب افكتفنس، ايضا في حساب الكيد اندكس. لاحظ 8 هي اعلى قيمه للريسورس عندي، 8 ما في قيمة أعلى منها، فناخذها كأي ماكس في حساب كيندكس. بما تحت اللي هو الواحد، إذا اللي هو جدول نلاحظ أنه أتوقع ما راح يكون في أي تأخير في المشروع. عندي مثال الأخير يقول ديفول بوت تايم سكيل نتورك فور جيفن بروجكت إز إن ذا تيبل، يو فايند الأفريج داي ريكويرمنت كيندكس والإفكتفنس فاليو. يمثل المشروع واحسب اللي هو المعطيات اللي هي التالية. سوينا سكتش مبدئي زي ما قلنا اللي هو بالعلاقات بحيث نحدد الكريتيكال باث عشان نرسمها بشكل مباشر في تايم سكيل نتورك على هو خط واحد. لاحظ النشاط A المسار الثاني، النشاط E يعتمد على النشاط A، فالنشاط A عنده سماحية للتأخير إلين هذه النقطة، إن بعدها لو تأخر راح يأثر على النشاط E، النشاط E critical فراح يزود من المشروع. أنا ممكن من تعريف النشاط E ألاحظ عند النشاط E معتمد على A و D. D already معي في المسار اللي هو الحرج، بينما A لاحظ انها متصلة فيه الان، راح يكون هذه السماحية لها. عند المسار الاخير المسار اللي هو C وال F عندهم سماحية الين اللي هو النقطة هذه، بما ان ال G تعتمد على ال E تعتمد ايضا على ال F. ال F ممكن يتأخر الين هذه النقطة فقط بحيث ان تكون هذه هي النقطه مرجعيه له. احسب الار والسميش الار والار سكوير والسميش الار سكوير الجميع اللي هو في جميع الايام. حساب الافريج داي ريكويرمنت راح يكون توتال تي اللي سميش الار على الدوريشن 4.46. حساب الافكتفنس 517، والكيت اندكس راح يكون اللي هو 0.4، 4 راح يكون اللي هو اقل من 1. الان لو قلت لكم في هذا المثال سوي الريسورس ليفلنج في خطوه واحده، وش افضل جدول احصل عليها؟ نفس المثال هذا
وقلت سووا له ريسورس ليفلينج في خطوه واحده، وش افضل جدول ممكن راح تسويها؟ نحرك الاي شوي يعني نحرك الاي نعم لينين الى 8 تقريبا، يصير تزايد 8. ممتاز، هذا النقطه راح تكون اللي هي افضل جدوله. ممكن اثبت الاي واحرك السي والاف كلها نفس الطريقه ياخذ نفس النتيجه، بحيث انهم يكونون بعد اللي هو القيمه العاليه عندي هنا عندي قيمه 10، هنا عندي قيمه اللي هو 6، فحاول اوخر اللي هو الاي، او ممكن اخر السي يبدا من نفس هذه النقطه وبعدها الاف، لكن لين هذه النقطه لو بحرك مثلا السي والاف تكون هذا الحد، لو بدات الاف انت تلف في هذه النقطه وهذه النقطه راح تكون مجموعها مع الاربعه راح تكون قيمه عاليه، لاحظ 4 زائد 5 اللي هي الاف راح تكون 9، قيمه بعيده جدا عن اللي هو الدي ار. اخر نقطه ممكن انا اخر فيها السي والاف الى هذه النقطه، او زي ما قال زميلكم اخر اللي هو الاي ابدا بعد الاف لين هذه النقطه، طبعا سماحيتي هي الاي ممكن اخرها في هذا المجال، هذا راح يكون افضل قيمه ممكن احصل عليها بناء على الكونستين عندي والنشطه اللي عندي هذه، تعطيني افضل قيمه اللي هي للسميشن الار سكوير. واضح يا شباب السؤال اليوم؟ طيب مهندس عندنا الحين اربع طرق